نتنياهو ضد نتنياهو ضد الإجرام الصهيوني ضد الإجرام الأمريكي ضد الإجرام الفرنسي. احنا كنشاركوا في هذه المسيره في مدينه الدار البيضاء، وهذه ثاني اكبر مسيره اللي تشكلت اللي تنظمت مدينه الدار البيضاء. هناك مسيرات تنظمت في الرباط وفي العديد من المدن المغربيه ليقول الشعب المغربي بصوت واحد اننا ضد هذه الغطرسه الهمجيه التي يمارسها الكيان الصهيوني الذي يقوم بحرب اباده في حق الشعب الفلسطيني ويعمل على تصفية القضية الفلسطينية في إطار هذا التحالف العالمي اليوم وهذا الاستعمار الجديد، استعمار الاقتصادي الهمجي والذي يعني يدوس على كل شيء للوصول إلى مصالحه الاقتصادية وإلى منابع الثروات الباطنية في هذا العالم. فهذه مسيرة نوجه من خلالها رسائل عدة إلى أحرار العالم كي يعملوا على إيقاف النهائي لهذه الحرب الهمجية وليس فقط توقيف إطلاق النار لأربعة أيام، لأنه لا يمكن السماح بإبادة الشعب الفلسطيني ثم أن يعملوا على إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المكافح وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى. كما نطالب الدولة المغربية بإلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني وكل اتفاقيات التي نجمت عن اتفاق التطبيع، ونقول بأن فلسطين اليوم تقاوم وهذه فرصة كل الشعوب العربية والمغاربية والمسلمة لكي تتحرر ولكي تبني ديمقراطياتها ولكي تقوم ب يعني دمقراطة المجتمع والتوزيع العادل للثروات وضمان العيش الكريم لمواطناتها ومواطنيها. في هذه المسيرة الشعبية التضامنية مع إخواننا في فلسطين، لنؤكد لكل من يتابع ولكل الشعوب العربية والإسلامية أن هذه الصفقة وهذه الهدنة التي تمت بين المقاومة وبين الصهاينة هي بمثابة انتصار للمقاومة الفلسطينية. إسرائيل في البداية أعلنت أهدافها من العدوان وهو القضاء على حماس وهو استرجاع الأسرى بالنار وقوة الحديد والنار، وهي أيضا تهجير الفلسطينيين الغزاويين إلى سيناء. كل هذه الأهداف لم تستطع إسرائيل خلال 50 يوم من العدوان تحقيقها ولو هدف واحد. لذلك نعتبر رضوخ إسرائيل لشروط المقاومة هو إعلان لانتصار المقاومة على الاحتلال الصهيوني. اليوم تنتصر المقاومة على العدوان، على النار والدمار. اليوم إسرائيل تعلن نهايتها وتعلن فشلها في العدوان في الاجتياح البري لغزة وتحية. والمسألة الثانية والتي يجب أن ننتبه إليها هو أنه منذ 7 أكتوبر هناك استفتاء شعبي بشكل يومي في تظاهرات ومسيرات ووقفات وأشكال تعبيرية تعلن أننا ضد التطبيع. المغاربة يخرجون في استفتاء يومي ضد التطبيع، على السلطة السياسية في البلد أن تلتقط الإشارة وأن تسمع وأن تشعر بنبض الشارع المغربي الذي يقول لا للتطبيع، لا للتطبيع. الشعب يريد إسقاط التطبيع، الشعب يريد إسقاط التطبيع. وتحية لكم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.